للمزيد معانا على التليفون دكتور احمد ابو اليزيد، الاستاذ بكليه الزراعه بجامعه عين شمس. يا دكتور اهلا وسهلا، وايه اللي بيعكسه الافراج عن هذه الكميات من مستلزمات الانتاج خصوصا الذره وفول الصويا؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي في التقرير الكريم، هذا الافراج المتتالي من افراجات قبل كده تمت، واحنا نعلم ان يعني اجمالي كميه ما افرج عنه من اكتوبر 22 حتى تاريخ 23 فبراير يبلغ ما هو حوالي 2.7 مليون طن، منها 1.9 مليون طن ذره وحوالي 800,000 طن فول صويا واضافات اعلاف، باجمالي مبلغ 1.4 مليار دولار. وهذا إن كان يدلل فيدلل على أن هناك اهتمام من الدولة بأنها توفر لمعظم المزارع اللي خاصة بإنتاج الدواجن على الأخص، لأن إجمالي ما يتم استخدامه في الدورة بتاعت إنتاج الدجاجة 70% منه علف. يعني تكلفة إنتاج الدجاجة دي 70% منها علف، وبالتالي عشان يبقى في دورات للإنتاج مستمرة فالحكومة اتخذت قرار بالتنسيق مع البنك المركزي واتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة بأن هم بينسقوا عشان الإفراجات اللي بتتم تباعا عشان يمشوا بيها مزارع الدواجن، لأن احنا لما حصل حضرتك الأزمة بتاعت أوكرانيا وروسيا هذه الأزمة غلت أسعار الحبوب لنسبة 400%. ولما اتكلم على ان نسبه سعر ارتفعت على المستوى العالمي 400% اثرت على صغار المنتجين بتوع الدواجن، اللي هو واحد بينتج 500 راس دجاجه، واحد بينتج 1000 راس دجاجه، فالناس الصغيره دي ما قدروش يستحملوا اغلاء الاسعار العالميه بتاعت الحبوب، وبدا يشتغل فيها الكيانات الكبيره. وبالتالي الدوله عشان توازن بين هذا الموضوع بدأت تعمل الإفراجات دي، وبدأ البنك المركزي يتدخل بتمويل دولاري عشان يفرج عن الكلام ده عشان يبقى في نوع من الأمن والإتاحة الغذائية. في نفس الوقت اللي الدولة كانت بتوفر فيه العلف ده، في نفس الوقت اللي هي كانت عاوزة تعوض النقص بتاع الفراخ اللي كانت تنتج من صغار المنتجين، فبدأت الدولة تاخد خطوات أخرى إن هي تستورد فراخ من الخارج. بدأ ناس زايدت على الدولة وقعدت تقول في مهاترات انتوا ازاي تجيبوا دجاج مجمد وازاي مش عارف تجيبوا ايه، كل هذا الكلام ليس له اساس من الصحة. الدولة حريصة كل الحرص، لما لقت ان العلف غلي واثر على سعر الدواجن عاوزة تجيب فراخ للناس الفقراء، الناس الغلبة دي عاوزة تاكل لحم، دعوا الفقراء ياكلون اللحمة البيضاء، انت بتمنع عليه عن الناس وكلام. وبالتالي الدولة كانت حريصة ان الناس ذوي الدخول المحدوده يوصل لها فرخه بسعر اقتصادي، وفي نفس الوقت الدوله حريصه على صحه وسلامه المواطن فجابت من مناشئ خاليه من الامراض والاوبئه. فعلا احنا تابعنا يا دكتور احمد يعني انه الدوله كانت حريصه على توفير كميات اكبر من مستلزمات الانتاج، يعني زي العلف للحيوانات وللدواجن، كمان قرار بتم او يعني انه يتم فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد 25,000 طن دواجن لمواجهه طبعا الطلب المتزايد على الدواجن، يعني في اكثر من اجراء الحقيقه الدوله اخذته فعلا في هذا الصدد. بالفعل حضرتك زي ما حضرتك تفضلتي اكثر من اجراء، وكمان الاجراء الاخير كمان ان احنا باللقاحات المحليه اللي بتوزع بدل ما كنا بنستوردها من الخارج، اللقاحات البيطريه بتاعت الدواجن اصبحت بتندق بكميات كبيره جدا على المستوى المحلي بالانتاج مع معهد الامطار، بالانتاج مع معهد بحوث الحيوان هنا في وزاره الزراعه، وبدا يتم توزيعها برضو باسعار مدعمه للشركات والمربيين عشان كنوع من المساعده ليهم في ظل هذه الارتفاعات الغاليه على مستوى العالم عشان برضه نساعدهم. الكلام ده ممكن اثره المباشر مش هيبان دلوقتي، لان حضرتك دوره الفراخ من الكتكوت لحد ما تبقى فرخه بتاخد لها بالظبط من 45 ل 50 يوم. فكل الافراجات اللي بتتم العلف دي بتخش جوه دوره تصنيع علف ثم بعد كده دوره انتاج، فبيبان اثارها خلال شهر ونص. وبالتالي الدولة
بتراعي برضو خلال عشان ما تستناش لما حد شهر ونص الازمه تبدا تقل وبتاع، بتخش في الفترات اللي فيها جاب دي تطعم او تدعم برضو بالفراخ اللي هي الجيده اللي هي ذات سلامه اللي بتستورد من الخارج، عشان الناس الغلابه دي يعرفوا برضو ياكلوا لحمه بسعر اقتصادي زي ما هو حاجة بالتاكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ابو اليزيد، الاستاذ بكليه الزراعه بجامعه عين شمس.